جوز كلام. عوضا عن يعني أختك الأكبر كما تقرر إنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان وتعيين فهد الغفيلي مو بمسخرة واستهزاء. ام جوزيف، يا ام جوزيف، لك وطيلي الصوت عندك شوي. والله ما عدت فهمت ولا كلمه من هالخبر اللي عم شوفه. لك شو بدك بالاخبار؟ تعال شوف هاليوتيوبر شو مهضوم. هلا في مجال يا تنوصي الصوت يا تحطي السماعات او تفضلي لجوا اسمعي واضحكي على كيفك. لا ما بدي، انت وطي الصوت وتعال نتفرج سوا. ام جوزيف انا ما بحب اتفرج على اليوتيوب، خليكي ببرنامجك وخليني باخبار. انت ليش عم تحكم بدون ما نسمع ونشوف؟ انا ما حكمت على البرنامج، بس انا ما بحب اتفرج على اليوتيوب، فيديو بياخذني لفيديو، عالم اشكال الوان بيطلعوا بقلتي. بحب انا نقي واختار عشو بدي اتفرج، هيك عقلي انا. اي وعلى اليوتيوب فيك تنقي وتختار، مو شرط كل شيء بيطلع لك يا تتفرج عليه. يعني ولا باي شكل ناوية تخليني اشوف هالموجز؟ طيب يا ستي، عن شو بيحكي هالفيديو؟ هذا الشاب بيحكي عن العلاقات الأسرية والتفاصيل اللي بتصير جوات البيت، بس بطريقة كتير بتضحك. اللي أهم من إنه الطريقة تكون بتضحك تكون معتمدة على معايير أخلاقية. شو قصدك يعني؟ قصدي إنه أول شيء بيكون النقد البناء، بناء، والغرض منه التغيير للأحسن، مو بس بهدف النقد والتأفيل والمزح والمسخرة. تاني شيء ما يكون في كلمات وألفاظ طالعة نازلة، وتالت نقطة والأهم إنه ما يكون فيه إساءة لحدا، نحترم بعضنا. لا 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 تخاف، الفيديو محقق معايير السلامة والجودة تبعك. معايير السلامة والجودة؟ كأنك عم تتمسخري. لك يا أبو فاكر يا حبيبي ما عم بتمسخر، بس أنت كل شيء له عندك ضوابط ومعايير صارمة. إيه طبعا يا أم جوزيف، وأنت لازم توافقيني بهذا الشيء. هلا أنا بوافقك، بس يعني دخيلك فينا نتفرج على الشيء اللي بيعجبنا والشيء اللي ما بيعجبنا ما نشوفه ونعتبره مو موجود كمان. صح، هي بالنسبة لنا نحن، بس لا تنسي إنه كتير ناس غيرنا بتتفرج، بتكتسب وبتتبنى وبتتعلم، وهيك كل ما زادت نسبة الفيديوهات اللي ما بتلتزم بالضوابط والمعايير بتزيد الشريحة اللي عم تتأثر فيها، وشوي شوي بتخرب الناس وبيخرب المجتمع. هذا إذا اعتبرنا إنه لسه لهلأ مخربان. حكيك منطقي، شو بدنا بالحكي؟ مشان هيك أنا ما بحب المنصات المفتوحة، لأنه صار اللي بيسوى واللي ما بيسوى بيطلع وبيعبر عن حاله، هذا اللي بيسب وهذا اللي بيتمسخر. لا، هو أسوأ شيء اللي بيتمسخر على قضايا عن جد حساسة مثل حقوق المرأة والطفل مثلا. يعني الحق معك، لأنه لهلأ في ناس ما بتميز بين المسخرة والنقد البناء، بس بصراحة يعني أنا صرت شايفة كتير فيديوهات من هالنوع، واللي عم شوفه أنه أغلب اليوتيوبرز السوريين عم بيطرحوا مواضيع اجتماعية مهمة وبأسلوب راقي وبنفس الوقت كوميدي. إذا أنت هيك شايفة فهذا الحكي عن جد ببشر، يعني بيخليني اتفائل بأنه نسبة الوعي عم ترتفع. طيب أبو فاكر، ليش ما بنعمل أنا وياك فيديوهات على اليوتيوب؟ وفينا نعمل أفلام سينمائية كمان. هلأ لا تتمسخر، القصة ما بدها شي، كله هالتليفون والاتصال بالإنترنت. نسيتي أهم شي. شو هو؟ الفكرة اللي بدنا نحكي عنها. إيه لا تخاف، نحن السوريين ما في أكتر من مواضيعنا، إذا مو اللي جوات البلد فاللي برات سوريا. بتعرفي والله حلوة الفكرة، رح أبلش شوف فيديوهات لشوف إذا بنقدر ننفذ هالفكرة. لك أبو فاكر، شو صار معك؟ صار لك ساعة بالحمام؟ ليكني طلعت مفوت الآيباد معك؟ ايه، كان في فيديو عم شوفه على اليوتيوب فأخذت الآيباد معي على الحمام لحتى كمله. حلو كان جوز كلام.